ارتفاع وصف بالغير المسبوق في عدد الإشعارات الواردة على الرقم الأخضر 1899 للتبليغ عن حالات العنف المسلط ضد المرأة في فترة الحجر الصحي، رقم مجاني فعلته في الفترة المذكورة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ويقدم خدمات إنصات وتوجيه وإرشاد للنساء ضحايا العنف. من بين الإجراءات الاستثنائية اللي خذيناها في فترة الكورونا هي تفعيل الخط 24 على 24 7 على 7 لأنه كان يخدم توقيت إداري فقط، وتمكننا من تشغيل الخط 24 على 24. المكالمات اللي وردت، قولوا احنا المكالمات الواردة على الخط في فترة من 23 مارس إلى حد 28 ماي أكثر من 9500 مكالمة، منها أكثر من 2600 مكالمة متعلقة بالعنف. كي نقارنوا الرقم هذايا بعام ناول في نفس الفترة نلقاو الرقم تضاعف 8 مرات. هذا وقد أمنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن مركزا وقتيا لإيواء النساء ضحايا العنف مع أخذ كل الاحتياطات والإجراءات الوقائية في علاقة بفيروس كورونا الجديد. 14 يوم قبل ما تخرج من 14 يوم نعود ونعملوا لها التيست مرة أخرى باش نثبتوا فيها عندها سليمة ولا مش سليمة. إذا كان ما زلت مستحقة إيواء نزيدوا نوجهها للمراكز اللي هي شريكة لنا، احنا المراكز تابعة للجمعيات في إطار شراكة مع الوزارة، يمشيوا للمراكز هذوما. المركز هذا استقبل 17 مرأة ضحية عنف، بطاقة الاستيعاب نتاعو ماهيش كبيرة لكن قام باستقبال 17. كما تضاعف في هذه الفترة التعاون بين وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والمجتمع المدني مع التطوع في إزداء الخدمات في علاقة بالخطوط التي وضعت للغرض، منها جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية التي رصدت كذلك الإشكاليات التي تعرضت لها النساء المعنفات زمن الكورونا. انه النساء ساعات رجلها ساعة يفك لها تليفون، دونك ما عادش ما تلقاش كيفاش تتكلم بالتليفون حتى باش تتصل بالرقم الاخضر ما تلقاش كيفاش، وساعات كي تمشي تشكي ما تلقاش كيف لانه الخلايا اللي هي معناها الوحدات المختصه الامنيه المختصه في قضايا العنف ضد النساء الكل مش متوفره في المراكز الكل، خاصه في الارياف وقت اللي المراه تكون معنفه وتمشي للمركز والمركز يقوم باللازم ويعطيها تسخير باش تمشي معناها للسبيطار تعمل الشهادة الطبية والكل، مجرد أنه تبدأ عندها سخانة ولا حاجة رجعهم باب السبيطار. ومن المنتظر أن ينخفض عدد الإشعارات في علاقة بالعنف المسلط على المرأة مع الرفع التدريجي للحجر الصحي.